السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأوفياء مشاهدين مغارب نيوز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن. مباشرة من منطقة درب السلطان، حالة قصة معنا اليوم، والحالة اللي معنا اليوم قصة مؤلمة جدا. حاولنا أننا نخليكم تعيشوا مع هذه القصة هذه من الأول ديالها. شاهدوا معنا مشاهدينا الأوفياء، شاهدوا معنا هذه الحالة، يعني أين تقطن هذه قصة اليوم معنا. لاحظوا القصة اليوم معنا الأخت فاطمة، لاحظوا معنا الأخت فاطمة. فاطمة واحد السيدة اللي عاشت واحد العيشة ديال الرفاهية، يعني العديد من الدول اللي زارتها فاطمة ورفقة الزوج ديالها اللي هو تونسي كما تسمى معنا الآن. الحرب اللي وقعت في سوريا، لأن فاطمة كانت هي والزوج ديالها التونسي الأصل، كان عندهم مطعم في حلب بسوريا، يعني مباشرة من وراء الحرب اللي وقعت في سوريا، ففاطمة اضطرت أنها تهز الإبن ديالها اللي كان عمره آنذاك 3 سنوات، اضطرت أنها تهزه وتجي للمغرب. فجت المغرب كتصطدم بواقع آخر اللي غتلاحظوا معنا الآن. كما كتلاحظوا حنا الآن غادي ندخلوا عند الأخت فاطمة، لاحظوا غادي ندخلوا الآن عند الأخت فاطمة، ومن بعد ما كانت كتعيش حياة الرفاهية والسيارات الفارهة، ف لاحظوا الآن معنا فاطمة أين تسكن. لاحظوا أنا الآن كندخل بشق الأنفس باش دخلت مع هاد الفتحة ديال هاد الباب هذا. لاحظوا هاد الفتحة ديال الباب ما كتعداش نصف متر، لاحظوا نصف متر، وهذا هو لاحظوا معنا لاحظوا. ورغم ذلك ففاطمة الجميل هو أنه يعني مربية قطط، مربية قطط، يعني كتقول لك بأنه هادوك غير بكمات ندير فيهم الخير. لاحظوا كيعيشوا معها الآن، لاحظوا لاحظوا السقف، السقف عبارة عن قصدير ما كيحميهاش من قساوة البرد وتساقط الأمطار. لاحظوا حتى المصباح الآن، فهي استعملت المصباح باش نصوروا معها، وحنا الآن كنستعملوا المصباح ديال الجهاز ديال الكاميرا اللي عندنا. لاحظوا الآن حنا يعني جهاز تلفاز غني عن كل تعليق، جهاز تلفاز من نوع قديم جدا. لاحظوا كذلك جهاز الاستقبال، حتى جهاز الاستقبال لاحظوا معنا مشاهدين أوفياء، يعني كنحاول نحطكم دائما في الصورة. لاحظوا السقف، سقف هذا البيت اللي في سطح فوق سطح منزل. لاحظوا هاد غادي نخليكم باش تعيشوا معنا القصه، كنتمنى انكم تبقاو معنا باش تعيشوا معنا القصه ديال فاطمه. فاطمه اختي السلام عليكم. انا ما تيقش بانك هاك اختي فاطمه، هذا اول حاجه. هاك اختي، هاك هاك فاطمه اختي. نعم اخو اختي. اول حاجه انا ما تيقتش بانك فاطمه اللي كتهضر معايا دابا هي ديك فاطمه اللي شفتها بانه كانت كتعيش الرفاهيه والسيارات اشنو اللي وقع فاطمه اختي؟ شنو اللي وقع؟ ويا اش نقول لك، من الاول مكتوب، مكتوب كتب لي الله تكرفس، فهمتيني؟ مكتوب لله، كنت درت وكاله عامه انا لخويا، خويا ضرب لي رزقي كامل، بقيت الله الله، وليت كنخدم في الديور، وليت كندير الميناج لحد ما برات عندي مشكل ديال الكبده. قبل ما نوصل لك شي اختي فاطمه، دابا انا بحال كنعيش دابا في شي فيلم. فيلم انا اصلا ما مصدقاش راسي، كنت الفوق ورجعت لتحت، عائلتي كلها لاباس عليها، عائلتي كلشي لاباس عليا، وملي مشيت عندهم اللي كان لاباس عليا كانوا كيهدوا معايا ويتكلموا معايا، دابا ملي كنمشي عندهم كيبعدوا كيقول لي ما تسلميش علينا، ما بغيت حتى شي حاجه. انا ما صراحه لحد الساعه
انا ما عرفتش واش انا كنحلم ولا في شي فيلم من الافلام ديال ما عرفتش كيفاش غادي نوصفها. غير دابا بالنسبه واش انت هي فاطمه اللي كنتي كتعيشي في تركيا، عشتي في تونس، عشتي في كنعيش في تركيا، كنت كنعيش في سوريا، كان عندنا مطعم، كنا لاباس علينا، كانت عندي طنوبيل، كانت عندي فيلا سيدي رحال، كانوا عندي جوج سوارس في حي الحساني، كل شيء مشى ليا، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، كل شيء مشى ليا، تما الصحيحة ما بقاش عندي، وليت كنوزن 40 كيلو صحتي من كثر التفكير، بغيت نتهز. فاطمة اختي باش نمشي معاك دقة دقة، اشنو اللي وقع؟ اشنو اللي خلى فاطمة تتحول من إلى؟ اشنو هاد من يعني 360 درجة، اشنو اللي وقع اختي فاطمة؟ شنو اللي وقع؟ كثر المشاكل، كثر المشاكل، جيت لقيت خويا ضرب لي رزقي كامل. لا انت فاطمة اختي باش نمشي معاك دقة دقة، الله يرضي عليك، باش المشاهد يفهمنا. دابا انت يعني فين كنتي؟ كما قلتي كنتي في مطعم، كنتي يعني كيفاش جيتي هنا؟ كيفاش فهمتي؟ بحال هكا بغينا نعرفوا اشنو وقع تحولتي انت جيتي هنا، حيت قلتي لي في الحرب ديال سوريا جيتي انت هنا. الحرب ديال سوريا جينا هنايا، هنايا جيت انا هنايا، ملي ناض الحرب في سوريا وداك الشيء جيت في حالتي هنايا، دخلت المغرب، دخلت المغرب، كنعيش في المغرب، بقيت هنايا ساكنه مع امي حتى مول الامانه دا امانته، ملي ماتت امي صافي وليت كنخرج نخدم، ما عندناش اللي يعطينا، ما عندناش اللي يصرف علينا، ما عندناش اللي يخلص لينا الكرا، فهمتيني؟ وليت كنخرج نخدم، خدمت في بلاصه الوالده الله يرحمها، كانت خدامه شاده جوج، وحده نصرانيه عايشه في فرنسا وحده روسيه، بقيت خدامه معاهم مده عامين، حتى الاخرى مشات البحاله لروسيا، عطاتني كونجيه وعطاتني فلوسي، الاخرى حتى هي مشات لفرنسا، كانت مديره مدرسه سبريفي، مشات حتى هي عطاتني فلوسي، عطاتني خلصاتني في كونجيه، عطاتني فلوسي، عطاتني كلشي. دابا غير باش نعرف الزوج ديالك اختي، الزوج ديالك يعني فين كيفاش تتفرقتي مع الزوج ديالك؟ اللي الزوج ديالي بالحرب، هو مشى في بلاصه وانا وليت في بلاصه، يعني فرقتكم الحرب؟ فرقتنا الحرب، فرقتنا الحرب، كل مره كيعيط لي واحد صحابو كيقول لي هو في هاد البلاد، هو في هاد البلاد، هو في هاد البلاد، هو في هاد البلاد، هو في هاد البلاد. يعني دابا بغينا واش هو متوفي ولا باقي الحياه ولا؟ كيقولوا لي شي وحدين ملي جات كورونا مات في كورونا. هذا مجرد اخبار، هذه شائعات كتسمع دابا؟ كيقولوا لي انه مات في كورونا. واخا والزوج ديالك انت واش الاصل ديالو شنو؟ تونسي. زوجك اصله تونسي؟ اصله تونسي. واخا دابا شنو بغيت تقول لخوتك المغاربه اختي؟ بغيت نقول لخوتي المغاربه يوقفوا معايا، يعاونوني في شي سكينه ولا في اللي شي بيت مولا الدار دا عياني على الوراق ديال الدعوه، ديال الدعوه، وعندنا الافراغ من الدار، الناس كاع سدوا كما سجلتي في السطح وهذاك الشيء وشتي هذا الشيء، انا مر على قد الحال ما بقاش عندي الصحه الخدمه باش نخدم، فهمتيني؟ الا كاين شي محسن ولا محسنه تعاونوني في شي سكينه. لا قبل ما نوصل لذاك الشيء بعدا، غير باش نحطوا المشاهدين الكرام، المشاهدين ديالنا الاوفياء، مشاهدين المغرب نيوز، بانه الى لاحظتوا معنا هذا، ها هو هذا كما كتلاحظوا، ها هو طلب تبليغ انذار من اجل الاداء والافراغ، يعني هنا فاطمه، لان هذا البيت اللي حنا فيه الان فهو يعني فيه قرار بهدم كلي، هدم كلي، لاحظوا رغم ذلك، لاحظوا هاد السومه الكرائيه هي 500 درهم، يعني 17 شهر، يعني مبلغ ديال 8500 درهم. هاد كانت عند دابا هاد البيت اللي حنا فيه الان فيه قرار ديال الهدم كلي، قرار افراغ، يعني من السلطات جاء قرار ديال الافراغ، انه يتم افراغ هاد البيت هذا في سنه 2018. ها هي غادي لاحظوها، لانها ها هي 2017 كاع، ها هي ها هي، انا رئيس مجلس الجماعه، ها هو كما كتلاحظوا 2017، يعني قرار الافراغ جا في 2017. هاد الدار حسب كما قالت فاطمه، يا كانوا فيها 9 ديال الناس، مشاو ثلاثه، بقى
بقاو ثلاثه ولا مشاو ثلاثه؟ لا حنا بقينا جوج هنا في السطح وثلاثه لتحت، ثلاثه الناس بقينا خمسه. اذا مشاو اربعه الناس. يعني الناس اللي عندهم ما شاء الله خرجوا، وانتم اللي ما عندكمش بقيتوا حاصلين. بقينا حاصلين هنايا. اذا شنو الطلب ديالك اختي؟ الطلب ديالك اختي فاطمه. كنشوف الا كاين شي محسن ولا محسنه يتعاونوا معايا في شي سكينه ولا بيت، انا وليدي الله يسر ليهم، الله يحل عليهم البيبان، الله يجعل ربي يصاوب، الله يجعل ربي يسر الامور. يعني كان شي محسن ومحسنه يتعاونوا معايا في شي بيت نتخشى فيه انا وولدي. يعني الابن ديالك دابا 13 عام مسكين. 13 عام عنده ابني. ولدي عنده 13 عام. وشنا الوراق دابا ديال المستشفى. هادو اللي معايا الان، هادو ديال المستشفى اللي فيهم بانك انت مصابه بفيروس ديال الكبد. ياك؟ والكبد ديالك، الكبد ديالك يلا خفاه 50%. فيها 50% ديال. واخا عطينا الطلب ديالك اختي فاطمه. خلينا الطلب ديالاش؟ اش بغيتي تقولي لخوتك المغاربه؟ حيت انا دابا كنصور معاك وحتى الظروف ديال التصوير ما كايناش. انا كنشوف دابا ازعاج دابا. حتى الظروف ديال التصوير ما كايناش، غير باش المشاهد ديالنا يفهم بان حتى الظروف بعض الخطرات كتجيك شي اكراهات فوق الطاقه ديالك. دابا كنتكلم معاك كنسمع المعان كيتشيرو وكنسمع يعني هذا الشيء، هذا ما عرفتش انا شنو واقع. ولكن ما بقيتش مركز معاك دابا انا صراحه. خويا كنطلب من شي محسن ولا محسنه يتعاونوا معايا، الله يسهل، الله يسهل عليهم. اذا مشاهدينا الاوفياء، باش نحاولوا نختموا هذا البث هذا، في بعض الاحيان غير التوضيح كتكون بعض الاكراهات فوق الطاقه ديالك، الشيء الحوايج اللي ما كيفهموش المشاهدين. فاحنا من خلال هذا التصوير مع الاخت فاطمه عندنا اكراهات اللي غادي تخلينا اننا غادي نختموا هذه الحلقه هذه، غادي ننهيو هذه الحلقه هذه. فاطمه اختي حاولي تخلي الرقم ديالك للمشاهدين ربما باش يتفاعلوا معك، رغم اننا باقي ما وضحناش بزاف الحوايج، ولكن المهم فوق طاقتك لا تلام. عطينا الرقم ديالك اختي. رقمي اخويا هو 06-91-92-19-66. عاودي اختي الرقم. 06-91-92-19-66. اذا مشاهدينا الاوفياء، كما اقول دائما لكل بدايه نهايه، والى هنا سناتي على نهايه هذا البث، رغم اننا باقي ما وضحناش العديد من الامور، ولكن كيف ما قلت فبعض الامور ما يمكنش اننا نشاركوا فيها المشاهد الكريم، يعني احتراما له فقط ليس الا احتراما للمشاهد ديالنا. فغادي نختموا هذه الحلقه هذه، وربما من خلال التواصل مع الاخت فاطمه اللي غيكون معها تواصل مباشر، فمن خلال هذوك الرقم ديالها فيمكن لكم انكم تستفسروا على العديد من الامور. اللي كنتمنى هو انه يتم يعني مشاركه هذا المقطع ديال الاخت فاطمه لمره اخرى. كنتمنى لها الصبر، وكنتمنى الله سبحانه يرزقها العوين من عنده. اذا الى هنا سناتي على نهايه هذا البث المباشر، على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر. كان معكم مراسل المغرب نيوز مصطفى القرناوي يحييكم، والى اللقاء.